السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناة دكتورة أروى. ما تنسوا تعملوا لايك للمقطع وتعملوا سبسكرايب للقناة لحتى يوصلكم كل جديد. أكيد مساء الخير عليكم، وإن شاء الله يا رب سنة 2020 تكون سنة خير وبركة على الجميع. طبعا رجعت لكم بفيديو جديد، وأكيد الكل اتعود على صوتي. مين معاكم؟ معكم دكتورة أروى. طبعا اليوم بظل المشاكل الصحية اللي كتير عم تواجهها بلدان كتيرة، فقررنا نحكي عن المنتجات اللي هي الأكثر فائدة من هاي الناحية. وطبعا احنا دوما بهمنا صحتكم، ولحتى تكون صحتكم على ما يرام أكيد لازم نعطيكم شوية نصائح ومعلومات شو هي المنتجات أو شو هي الأغذية الأفضل خلال هاي الفترة، فترة انتشار فيروسات مثل فيروس كورونا، وأيضا فترة تبدل الجو. فحنلاحظ أنه مشاكل صحية تعترضنا، ولكن لو نحن منحافظ على نظامنا الصحي ونظامنا الغذائي، وأكيد بنلتزم بمكملات غذائية نعرف مصدرها الأكيد، فإن شاء الله يا رب ما يصير علينا شيء أبدا أبدا. طبعا أنا اليوم لهي الموضوع اخترت لكم منتج فوريفر جارليك تيم. طبعا منتج جارليك تيم مثل ما انكم شايفين هون كيف شكل الكبسولة أو الحبين، لون أسود. هو عبارة عن منتج مثل ما شايفين بالصورة، حاطين توم والزعتر البري إضافة للصويا ونبات الخروب، مستخلص نبات الخروب أيضا. فهو منتج غني جدا بالفيتامينز اللي بتحمي جسمنا، وأكيد فينا نعتبره مضاد حيوي، مضاد بكتيري، مضاد فيروسي، مضاد فطري، مضاد شائع واسع الطيف. طبعا الفوائد اللي رائعة فيه اللي موجودة مثلا بالزعتر اللي بيعتبر مضاد أكسدة، الثوم والريحة المعروف فيها الثوم بسبب مركب الإليسين الموجود فيه، فبتخلي أغلبية الناس إنه تنفر من استخدامه. ولكن الثوم لو تعرفوا مزايا وفوائده من ناحية مقاومة السرطانات، من ناحية رفع المناعة، من ناحية مضاد بكتيري وفطري، فحتاكلوا كل يوم توم. ولكن فوريفر حبت تقدم هذا المنتج بدون رائحة التوم اللي المزعجة، حتاخدوا كل فوائد التوم ولكن بدون أي ريحة مزعجة. طبعا استخداماته عديدة، أنا بفضل يكون موجود بكل بيت. الناس اللي عندهم مشاكل صحية دوما مثل مشاكل الضغط المرتفع، هي من الأمراض المزمنة، فأنا بحبذ أنه يستخدموا منتج جارليك تيم حبة 3 مرات باليوم مع الأكل. الناس اللي عندها مشاكل حساسية بالصدر، ربو، مشاكل بجهاز تنفسي، التهاب الشعب الهوائي، التهاب القصبات، فكمان أنا بفضل أنهم دوما شو يواظبوا على استخدام هذا المكمل الغذائي الرائع. طبعا أنا ما بستغني عنه، دوما موجود عندي بالبيت. إضافة للأشخاص يلي منحس مناعتهم دوما ضعيفة، الأشخاص السكريين، الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية، فبتكون دوما معرضين لأي مرض أو أدنى بكتيريا أو أدنى فيروس يتعرضوا له فمباشرة بيصابوا بالمرض. فأنا بفضل أنه شو دوما يحافظوا على جارليك تيم عندهم بالبيت. وأيضا بظل هي أزمة فيروس كورونا، فأنا بشدد وبحبذ أنه كل الناس يكون موجود عندها بالبيت، بحكم أنه مضاد، يعني بيخلي مناعتنا ممتازة تقاوم الفيروس، وبالتالي نحن بنستفيد من هاي الناحية. إضافة لنواحي تانية نحن بنستفيد منها من هذا المنتج. أكيد للأشخاص اللي عندهم حساسية من الصويا أكيد ما بحبذ أنهم ياخدوا أبدا، تمام، لأنه من ضمن مركباته هو موجود الصويا، فحتى لما يصير عندهم حساسية. ولكن الأشخاص التانيين فإن قادرين على استخدامه من عمر 18 سنة فما فوق، آمن ورائع جدا لمشكلة جرثومة المعدة اللي كتير منتشرة عند كتير أشخاص، مشاكل الالتهابات، في كتير سيدات بيعانوا من التهابات نسائية، فكمان أنا بفضل أنهم ياخدوا من هذا المنتج أتليست يعني ل3 شهور مداومة على استخدامه. الناس اللي عندهم انخفاض بالضغط
ما بحب يستخدموه، لأنه الثوم اللي موجود فيه بيعمل على هبوط بالضغط، هو بالأحرى بيوازن لنا الضغط الدموي، ولكن عند الأشخاص اللي عندهم هبوط فنحن بنكون حريصين أكثر وأكثر. ممكن الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجلد، دوما في عندهم مشاكل جلدية، حبوب وبثور، فكمان أنا بفضل يستخدمه لمدة 3 أشهر كمضاد جرثومي، مع طبعا مع المنتجات أو مع الأدوية اللي هني عم ياخدوها، فبيكون شيء كتير رائع. طبعا بتمنى أكون فدتكم بهذا الفيديو اللي كتير قصير بس بيختصر كتير فوائد. لمين بنستخدم جارليك تيم؟ للأشخاص فوق 18 سنة، للأشخاص اللي عندهم ضغط مرتفع، للأشخاص ضغطهم سوي يعني ما عندهم أي مشاكل، تمام، فيهم يستخدموا كزيادة المناعة. للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالربو، مشاكل تحسسية، مشاكل بالرئتين، بالقصبات التنفسية، بالرواية، الأشخاص اللي عندهم مشاكل التهابات، التهابات نسائية، التهابات بالجلد، لحماية من الفيروسات البكتيريا اللي عم تنتشر هالأيام، الله يحمينا ويحميكم جميعا. فأنا بفضل شو نستخدم جارليك تيم. ما تبعدوا كتير، حنحكي عن منتج تاني بعده، فخلوكن معي. وأكيد بنهاية الفيديوهات حبعطيكن شوية نصائح لحتى نحمي حالنا من شو، من فيروس كورونا. خليكن معي.